بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر محمود عبد الله، وإن شاء الله دلوقتي هنبتدي مع بعض حل سامبل تيست 6 كفاينل ريفيجن على كونكت 5 الفيرست ترم الترم الأول. يلا بينا بسم الله. الفيرست كويستشن: listen and write true or false. نص الاستماع، طب أنا جايب نص الاستماع أهو هقوله، وأنت اعتبر نفسك إيه؟ بتعمل listening وتحل، وبعد كده نحل مع بعض إن شاء الله. بيقول لك هنا we use natural resources every day in our lives. The most important natural resource is water as we need it to survive. We use the wood from trees to make our furniture. We use the minerals for making things like fridges and cell phones. طيب هنا question number one بيقول لك we use natural resources every day in our lives, true or false. يبقى دي تمام true. Water is the most important natural resource. يبقى ايه true. We make furniture from wood. يبقى ايه true. We use wood to make cell phones. يبقى ايه فولس، لان احنا بنستخدم ايه المينرالز اللي هي المعادن. اللي بعده question number 2 listen and complete. In Egypt's white desert you can see some amazing sculptures. They were made by the wind. There weren't any sculptures millions of years ago. Over time the wind blows sand and small stones against the rocks. 1. You can see amazing E in Egypt's white desert. يبقى amazing E sculptures. لازم تكون عارف ال spelling. اللي بعده. Sculptures were made by the wind. رياح. 3. There weren't any sculptures A of years ago. Millions. 4. Over time, the wind blows sand against the bravo, rocks. اللي بعده. Read and match. A was B. 1. Let's buy a بدام دي جت دور على اسم مفرد هنشتري ايه. طيب ايه اللي ينفع هنا اسم مفرد؟ خلي بالك الاسم المفرد ده ممكن يكون قبله صفه، بس هو الصفه الاول بعد كده الاسم المفرد. يعني مش لازم اسم مفرد على طول، لا ممكن يكون في adjective الاول اهو بلس singular noun اسم مفرد. طيب تعال نشوف let's buy a ايه. ما ينفعش ايه fill down. لا is white. لا nice juicy pineapple made by humans question. لا ده beautiful sunset. لا يبقى الحاجة اللي تنفع هنا اللي هي ايه C. 1 C اللي هي nice juicy pineapple. الناس كده ايه مليئة بالعصارة. 2 I watched شاهدت ايه. طب ما انت ممكن تشاهد كذا حاجة، فيلم، تشاهد مثلا حاجة في الطبيعة. طب تعال نشوف هنا ها اللي ينفع هنا. أيوة يبقى the beautiful sunset. 3 she felt ill and. طب واحد تعب ايه اللي ممكن يحصل له بعد كده من التعب؟ لو التعب تقيل عليه يبقى and fell down سقطت. 3 ايه my karate suit بدلة الكاراتيه بتاعتي مالها بتكون ايه؟ عايزين الفيرب برافو is white. A canal قناة مائية is a waterway مجرى مائي ها ماله؟ هتختار جملة ولا question؟ حتى لو انت مثلا مش عارف فان طبعا دي جملة، فهتختار ايه made by humans يصنعها البشر. صنعها البشر يبقى دي نمبر 5. اللي بعده question number 4 read the text and answer the questions. قطعة فهم comprehension. نقرأ التكست الأول
بفهم علشان نعرف نجاوب الأسئلة. بلاش اللي أنت تجاوب على طول، بأنت تقرأ السؤال وتجاوب على طول بتطلع الإجابة، لا هي اسمها قطعة فهم. ممكن تقرأ بس السؤال كاللي هو حاجة تساعدك أنت تفهم القطعة، وبعد كده تقرأ القطعة، بس مش عكس كده. طيب يلا بسم الله. طابة is an excellent example of a part of Egypt. طابة مثال ممتاز لجزء من مصر. where ecotourism حيث السياحة البيئية. works well بتعمل بشكل جيد. you can find valleys تقدر تلاقي وديان. mountains جبال. desert صحراء. and the sea there وحتى البحر هناك. you can find تقدر تجد fantastic wildlife حياة برية رائعة in طابة. like مثل the Nubian ibex. الايبex النوبي اللي هو زي ايه غزال كده جبلي. and rare birds وطيور نادرة. the local people الناس المحليين are very friendly ودودين جدا. so the ecotourists السياح البيئيين اللي هم اصدقاء البيئة كان هذا ميل يقدروا يتناولوا وجبة with them مع اللي هم local people دول or talk to them او يكلموهم عن about ايه their culture ثقافتهم. ecotourists in طابة السياح البيئيين دول can enjoy diving يقدروا يستمتعوا بايه بالغطس. hiking التمشية لمسافات طويلة في الجبال. and camping والتخييم. they can stay in camps يقدروا يمكثوا في اللي هي مخيمات اللي هي بقى فيها ايه tents والحاجات دي اللي هي ايه خيام. and echo lodges نزل بيئية اماكن ما في يعني ما فيش فيها حاجات بتضر البيئة. منها برضو الكامبس اللي هي التنتس. you can find everything in طابة for a great holiday تقدر تلاقي كل اللي انت نفسك فيه في طابة اللي انت تقضي اجازة رائعة هناك. the text is about ايه لوكسور دلتا طابة مش كايرو يبقى طبعا طابة. اللي بعده the underlined word hiking انا عايزك تعرف بس الحاجات دي زي underline اللي هي تحتها خط وعايزك تعرف ان refer to معناها تشير الى عشان في ساعات احنا الطالب بيقف على الحته ديت اللي هي الكلمه دي وما بيعرفهاش فانت مش هتعرف تجاوب فعايز اللي هو underline اللي هي ايه تحتها خط كده ماشي. hiking means ايه ها تمشيه لمسافات طويله يبقى walking. ممكن الريف في الجبال في الصحراء. Answer the following questions 3. What can eco tourists do with local people؟ تعال نشوف الاكتيفيتيز اللي هم يقدروا يعملوها مع السكان المحليين اهو. طيب اهو local people are really so eco tourists اهو هنبدا من هنا. Number 3. The eco tourists can have a meal with them or talk to them about their culture like اللي بعده. question number 4 قال لك هنا ecotourism works well in طابة how الايكوتوريزم بتعمل بشكل جيد في طابة ازاي طيب تعال نشوف من اول دي 4 you can find valleys, mountains, desert, and the sea there. You can find fantastic wildlife in Taba, like Nubian ibex and rare birds. الحاجات دي كلها تمام اهو بتخليها مكان رائع لجزء من مصر حيث السياحة البيئية دي بتشتغل بشكل جيد. يبقى دي كلها ممكن تكون نمبر 4. كتبت نصها عادي. اللي بعده دي طبعا كلها اماكن الحاجات اللي انا قلتها فوق دي اماكن كلها يقدر الايكو تورستس يستمتعوا بالاجازه بتاعتهم فيها بدون ضرر للبيئه. question number 5 reorder the words to make correct sentences ترتيب 1 the محتاجه noun طب فين الناونز هنا انت عندك flowers دي noun وgardens noun يعني محتاجه اسم لان ده ال تبقى عارف ان full of يعني ممتلئ بيه
طيب ده ايه ممتلئ بيه؟ اكيد مش الورود، ده جاردنز الحدائق. مالها؟ ار تكون، لازم بعد الايه السبجكت يجي فيرب. ار اي فول اوف، تكون ممتلئه بايه؟ الفلاورز الورود. وات دبليو اتش كويستشن، دور على الهيلبنج فيرب بتاعك الفعل المساعد. طيب هنا الفعل المساعد اللي هو ايه؟ دو. بعد كده السبجكت الفاعل يو. بعد كده لو في ادفيرب اوف فريكوانسي زي اولويز يوجوالي اوفن سام تايمز نيفر، في عندك فيرب مين فيرب فعل اساسي زي مثلا جو وير ايت الحاجات دي، تجيب لي الادفيرب اوف فريكوانسي اللي هو ظرف التكرار بعد الفاعل. يعني وات دو يوجوالي، ما تقوليش وات دو يوجوالي يو، غلط. وات يوجوالي لا غلط، ركز في دي. يبقى وات دبليو اتش الاول، بعد كده الهيلبنج فيرب، بعد كده اللي هو الفعل المساعد، بعد كده السبجكت الفاعل، بعد كده الادفيرب اوف فريكوانسي. يبقى وات دو يوجوالي ها وير بترتدي ايه عادة. اللي بعده a lot of، كثير من. a lot of plus بيجي بعدها اسم يعد واسم لا يعد. الاسم اللي بيتعد بيبقى جمع، يبقى a lot of ايه؟ تمام. plants كثير من النباتات. مالها؟ live بتعيش، الفيرب بتاعك الفعل. بتعيش فين؟ ها near بالقرب من، or او in the river، يعني near the river او or in the river. فقال لك near or in the river، بالقرب من او في النهر. منى مالها؟ الفيرب بتاع منى الفعل اللي هيجي مع منى is، تكون. الادجكتيف هنا taller مقارنة هي comparative than، اطول من فاطمة. البنكتويت تصحيح المستيكس. الاي هنا مدالك كابيتال، طب اتس في هنا ابوستروفي، very important to work hard to mark دوت في الاخر، جملة عادية. الفانتاين ايلاند is located in اسوان، ايه كابيتال تمام. وفي هنا هتبقى الالفانتاين ايلاند، جزيرة الالفانتاين تمام، لان اسماء مركبة زي الجيزة زول كده. ايجيبشن ميوزيوم بيبقى اول حرف كابيتال، والجزء الخاص بيها كمان بيبقى كابيتال. الالفانتاين ايلاند ده is located in اسوان. question 7 واخر جزئية في التست. write a paragraph of about 40 words to using the following guiding elements. طيب البراجراف رايتنج هنا عن ايه؟ the natural resources الموارد الطبيعية. fact file examples of natural resources امثلة للموارد الطبيعية زي الwater clean air animals minerals المية الهواء النظيف الحيوانات والمعادن. Why are they important؟ ليه الـ natural resources دي مهمة؟ To stay alive لكي نظل على قيد الحياة، keep healthy لكي نبقى ونظل أصحاء. طيب من التكست كده تعالى يلا نطلع الباراجراف ده، هو كده كده موجود في التكست عندك في يونت 6 أهو. ما تنساش اللي أنت قبل ما تكتب الباراجراف إن يكون في جملة افتتاحية، يعني ما تخشش في الموضوع على طول. يلا بينا بسم الله. أهو قال لك our world العالم بتاعنا is amazing رائع. It gives us بيعطينا many things الكثير من الأشياء. So we can have علشان يكون عندنا food طعام clothes ملابس. And build our houses ونبني منازلنا. The things الأشياء. Nature gives us الطبيعة بتديها لنا. مالها؟ are called تسمى وتدعى natural resources
الموارد الطبيعية. We can نستطيع أن use نستخدم these. الموارد الطبيعية دي نقدر نستخدمها to stay alive لكي نبقى على قيد الحياة and و keep healthy نظل أصحاء. Some examples بعض الأمثلة. Of natural resources من الموارد الطبيعية. Are زي إيه؟ Water المياه. Clean air الهواء النظيف. Animals الحيوانات. Forests الغابات. Soil التربة. Fossil fuels الوقود الحفري. Like oil زي البترول. And coal والفحم. And minerals ومعادن. كل دي natural resources like gold زي الذهب and the copper. Copper اللي هو النحاس. بس the end of the paragraph. ده نهاية الرايتنج. عايز تضيف أفكار تانية مفيش فيها مشكلة. عايز تتكلم عن أهمية الـ natural resources بعد كده بس ده الأساس بتاعك تقدر تستخدمه أو تقدر تقرأ التكست قبل ما تبدأ في الرايتنج علشان تبقى فاهم أنت هتكتب إيه. لازم فحاول إن أنت على قد ما تقدر تراجع الباراجرافات اللي موجودة في آخر كل يونت وتفهمها كويس جدا وإن شاء الله تكتب أحلى باراجراف. أشوفكم على خير إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.